والنهارده وزاره الخارجيه طلعت بيان وقالت فيه ان الجهود الدبلوماسيه المصريه نجحت في اقناع السلطات الالمانيه ان هم يزيلوا اخر القيود على حركه الطيران السياحي الالماني لشرم الشيخ وباقي مناطق جنوب سيناء. ووزاره النقل الفيدراليه الالمانيه طلعت هي كمان بيان وقالت فيه انها بتعفي شركات الطيران الالماني من الالتزام بالطيران على ارتفاع 26,000 قدم فوق جنوب سيناء، وده اللي هيسمح لكل شركات الطيران وللسياحه الالمانيه بشكل عام من ان هم يسيروا رحلات مباشره لمطار شرم الشيخ بدون دفع رسوم اضافيه. وزارة الخارجية رجعت وأكدت في بيانها أن الموضوع ده كان في مقدمة المواضيع اللي بحثها وزير خارجيتنا أثناء زيارته الأخيرة لبرلين في الفترة من 11 ل 13 يناير ولقاءاته هناك مع وزراء النقل والخارجية والداخلية الألمان.